لقطات من تمرين النادي الأهلي دلوقتي في ملعب مختار التتش، وبحضور عدد من الجماهير الحقيقة اللي كانوا مصرين. طبعا الشناوي عالمي، الشناوي عالمي، يعني زي ما الأهلي عالمي الحقيقة الشناوي حارس مرمى بمواصفات عالمية، ربنا يحفظه وربنا يحميه. والحقيقة الشناوي بيدي درس في حاجتين: إصرارك الكبير جدا على انك انت ما تقفش عند حد معين في تطوير مستواك. الراجل الحقيقه شغال على نفسه، بقى جول كيبر نمره واحد في الاهلي، شغال على نفسه، بقى جول كيبر نمره واحد في مصر، شغال على نفسه، بقى مواصفات حارس دولي لا يقل الحقيقه عن حراس الدوليين الكبار. يعني انا الحقيقه مش هبالغ لو قلت ان الشناوي النهارده ممكن احطه في مقارنات مع تيبو كورتوا ومع تشتيجن ومع نافاس ومع اكبر حراس المرمى في العالم. ربنا يحميه ويحفظه يا رب. الدرس الثاني هو انه رغم النجوميه الشديده جدا ورغم احساسك بان انت نمره واحد في مركزك، ابدا ما تاثرتش باي في اي وقت بحجم الاغراءات الكبيره جدا اللي بتتعرض لها او حجم الضغوط الكبيره جدا بتتعرض لها، واصريت على انك انت تتمسك بانتمائك، وده شيء يحسب بشكل كبير جدا للشناوي. يعني الشناوي مش عالمي بس من الناحيه الفنيه، لا كمان ومن ناحيه الاخلاقيه ومن ناحيه انتمائه اللي في اوقات كتيره جدا فضله واداله الاولويه عن الماده، على عكس طبعا ناس كتير جدا. رايك في احتفالات امبارح في التتش احنا كنا على الهواء لغايه كام يا ساره؟ 3-4 لحد 4 لحد 4 كنا الحقيقه فرحه الناس ادتنا كده باور مختلف تماما فعلا ان احنا نتفرج على الماتش. يعني الماتشات اللي زي دي دايما بتفرج عليها في البيت، لكن اول مره اقعد كده مع كل الاهلاويه في مكان واتفرج بالطريقه دي، قد ايه فرحه الناس ادتنا طاقه مختلفه تماما واحنا طالعين على الهواء، طالعين واحنا قاعدين على الهواء سامعين الاحتفالات، سامعين كلاكسات الناس، العربيات. يعني الفرحة نفسها كانت مختلفة، ولكن كل الفرحة دي ما كانتش غريبة قد اللي انت عملته لما جون قفشة جه. مين انت؟ واحد تاني تماما، يعني احمد كان واحد تاني امطار كده تقريبا. لا هو خدي بالك الاهلاوية طبعا يعني جمهور الكورة عموما، يعني لما بيتفرج على كورة وبيشوف فرقته اللي بيشجعها بيحصل حالة تحول كده، احنا بنتحول غصب عننا. انت كنت متحول فعلا. لا بس هي فرحة كبيرة الحقيقة، وبجد انا بقالي كتير جدا ما فرحتش الفرحة دي. يعني يمكن اخر مره بفتكر فيها ده انه يوم ما كسبنا الماتش اللي اهلنا لكاس العالم كمنتخب مصر فعلا. يعني دي كانت الفرحه الوحيده اللي حسيت فيها ان الكوره مفرحانا في مصر. قبل كده بقى نرجع 2010 فبتتكلمي عن زمن. ودي فرحه التتش على الهواء هي قدام حضراتكم، جماهير النادي الاهلي الوفيه الحقيقه المخلصه المنتمية. ده طبعا كان امبارح، يعني قد ايه بص الناس فرحانه قد ايه، فعلا مصر بتفرح زي ما انت بتقول كده، زي صعود مصر لكاس العالم. خليني اقول لك كمان انه انا بحب اكد دايما عشان انا مقدر تماما وشفت ولمست في مواقف كتيره جدا قد ايه الجمهور العظيم ده بيقدر يغير الدفه في اقل من ثانيه. قد ايه الاهلي لما بيبقى محتاج جمهوره جوه الملعب وبره الملعب، الجمهور دايما بيكون حاضر. ودي واحده، وانا ده شيء يحسب للجيل ده من اللاعبين، لازم ياخدوا حقهم. اللعيبه دي لعبت في ظروف صعبه من غير مسانده جماهيريه في المدرجات، وده شيء على لعيب النادي الاهلي صعب شويه. لكن الاجيال اللي قبل كده اللي حققت البطولات دي حققتها وسط دعم جماهيري مباشر غير مسبوق جوه مصر وبره مصر. يعني الاهلي من الانديه اللي لو رحت تلعب في اي حته في العالم هتلاقي اتليست في مدرج مليان جماهير النادي الاهلي. الجيل ده للاسف الشديد طبعا اتحرم من الميزه دي، ودي ميزه مؤثره جدا واتغير في مواقف كتير جدا الدفه 180 درجه. يعني ممكن تبقى مستقبل جون ومستقبل اتنين او محتاج جول في اخر الماتش وتلاقي الجماهير بتزقك زق عشان تجيب الجول ده، وللاسف الشديد الجماهير ما كانتش حاضره في ماتشات النادي الاهلي. ورغم كده حققنا بطوله الدوري، حققنا بطوله دوري الابطال، وان شاء الله هنحقق كاس مصر، وان شاء الله باذن الله هنحقق كاس السوبر، وان شاء الله كمان هنكون موجودين في كاس العالم للانديه، وان شاء الله يكون ورانا طبعا في المره دي جماهير النادي الاهلي العظيم. نروح لفاصل. نروح لفاصل. لا عايزه تقولي ايه؟ لا هنرجع ونحتفل برضه، نروح لفاصل ونرجع نكمل احتفالاتنا طبعا. يلا.